يمكن أن تتغير قواعد اللعبة في الخلف. وإذا أردنا أن نسقط هذه النظرية على العلاقات أو الصراع بين المغرب مثلا والجزائر، المغرب وإسبانيا، سنجد أن الأمر صحيح نوعا ما. كيف ذلك؟ خلال صراع المغربي الجزائري كانت الجزائر دائما أن تحرص على أن تكون صاحبة المبادرة، على أن تكون دائما في المقدمة، على أن تكون دائما تسبق المغرب بخطوات. وكنا نلاحظ دائما في قرارات المغرب وقرارات الدولة المغربية ومواقف الدولة المغربية وصاحب القرار السياسي في المغرب، كنا نحس ونحن مخضرمون. عشنا فترات السبعينيات والثمانينات والتسعينات التي كانت من مهمة في تاريخ المغرب الحديث، وكنا دائما نحس بنوع من الإحباط ومن الغضب في بعض الأحيان على مجموعة من القرارات التي كنا نعتبرها مجحفة وفيها كثير من التنازع وفيها كثير من الضعف ومن التراجع. ولكن مع مرور الزمن ومع النضج الذي وصلنا إليه ومع بعد المسافة أصبحنا نرى الأمور بشيء من الحكمة، بشيء من الدقة، بشيء من إعادة القراءة. إذا بدأنا في إسقاط هذه النظرية على الأحداث سنجد فعلا أنها فيها كثير من الصحة. مثلا في الجانب السياسي والجانب الجيوسياسي، في 1984 المغرب انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية، وفي تلك الفترة كنا كلنا رافضين لهذا الموقف واحتجنا كثيرا واعتبرناه ضعفا واعتبرناه تراجعا واعتبرناه أيضا تكريسا لسياسة الكرسي الفارغ في الوقت الذي اعتبرته الجزائر ومن يحوم حولها أنه انتصار للنظام الجزائري وللدبلوماسية الجزائرية أن يخرج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية التي يعتبر المغرب من مؤسسيها، وتدخل دويلة الرابوني ومرتزقة البوليزاريو كعضو في منظمة الوحدة الإفريقية التي تصبح فيما بعد الاتحاد الإفريقي. ولكن إذا أسقطنا هذه النظرية، نظرية تغيير قواعد اللعبة في الخلف، سنجد فعلا أن المغرب كان ذكيا وقد تراجع إلى الخلف ليغير قواعد اللعبة. كيف ذلك؟ المغرب حينما خرج من منظمة الوحدة الإفريقية خرج مرفوع الرأس وخرج من الباب الكبير، لكنه لم يخرج من إفريقيا. المغرب اشتغل بشكل فردي في إطار علاقات ثنائية سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ودينية وثقافية وفكرية مع إفريقيا، مع دول إفريقيا بشكل منفرد في إطار علاقات ثنائية وخاصة مع دول غرب إفريقيا. يعني أنه خرج من المنظمة ولم يخرج من إفريقيا، لأن خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية سهل على المغرب عملية التحرك، لأنه لو بقي داخل المنظمة سيكون مكبل الحركة وسيكون تحت أعين الأعداء وسيصعب عليه التحرك. ولكن خروجه من المنظمة التي هي منظمة سياسية وخروجه إلى الفضاء الإفريقي وتحرك فيه خلال كل السنوات لتظهر لنا فعلا الحكمة من ذلك الخروج هي روعة العودة. كيف عاد المغرب إلى الوحدة إلى إفريقيا أو إلى المنظومة الإفريقية من باب الاتحاد الإفريقي، عاد معززا مكرما، والكل شاهد كيف دخل جلالة الملك إلى قاعة المؤتمر تحت تصفيقات الجميع. يعني أن العملية فيها فعلا عودة إلى الخلف وتغيير لقواعد اللعبة، هذه في إطار منظمة الوحدة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي. في إطار
جامعة الدول العربية، الجزائر كانت تحاصر المغرب داخل هذه المنظمة الإقليمية، لأن كانت الجزائر تحظى باحترام كبير جدا داخل العالم العربي. هذا الاحترام الذي كان نتيجة تلك البروباغندا الكبيرة التي اشتغلت عليها الجزائر بعد تحررها سنة 1962، وفكرة المليون ونصف الشهيد، وفكرة قبلة الثوار، وكل ما إلى ذلك من الشعارات، ومع الشعار مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. لكن بعد كل هذه السنوات كانت الجزائر في المقدمة، وكان المغرب في الخلف. ماذا يفعل؟ كان يغير قواعد اللعبة. وأين هي النتيجة؟ النتيجة واضحة. خلال مؤتمر البرلمان العربي، كل الدول العربية ساندت المغرب إلا الجزائر. هنا سقطت أوراق التوت عن عورة النظام الجزائري أمام العالم العربي، وظهر زيف الشعارات، وظهرت حقيقة النظام الجزائري العميل لأوروبا، حينما انبرى ممثل الجزائر ليدافع عن إفريقيا، أن يدافع عن أوروبا وعن مصالح العرب في أوروبا ومصالح أوروبا مع العرب، في ذلك الخطاب البئيس الذي ظهر فيه ممثل الجزائر ضعيفا جدا يغرد وحده خارج السرب العربي. هذه هي مظاهر تغيير قواعد اللعبة. المظهر الآخر، حينما جاء إسماعيل هنية إلى المغرب، إسماعيل هنية جاء في الفترة التي كثر العواء على المغرب بعد ربط إعادة العلاقة مع إسرائيل. جاء هنية وتم استقباله في استقبال رسمي كامل الرسمية، الشيء الذي جعل الجزائر تكاد تنفجر من الغيظ. وهذه هي آليات تغيير قواعد اللعبة في الخلف، في الوقت الذي كانت الجزائر تسابق على الصفوف الأمامية. المعطى الآخر هو مؤتمر برلين، حينما جاء رئيس البرلمان الليبي إلى المغرب والتقى بوزير الخارجية، وقال وزير خارجيتنا إن ليبيا ليست كعكة لنقتسمها، ليبيا للليبيين، وهم الذين قادرين على حل مشاكلهم وبناء دولتهم. وجاء من قبله وزير الخارجية الليبي. إذن هذا هو تغيير قواعد اللعبة التي اشتغل عليها المغرب طوال هذه السنين، هذا في الجانب السياسي والجيوسياسي وفي إطار العلاقات الدولية. أما فيما يخص ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، كانت الجزائر قبلة الثوار، كانت الجزائر تقدم الرشاوي للحكام إفريقيا ولأصحاب القرار السياسي في إفريقيا، في الوقت الذي كان المغرب يصنع سياسة أساسها رابح غانيوم مع إفريقيا. كان المغرب يوطن المصانع والجامعات والمساجد ومدارس القرآنية، وكل ما تستفيد منه إفريقيا كانت الجزائر تقدم الرشاوى. الرشاوى انتهت وبقي ما ينفع الناس. إذن هذا هو تغيير قواعد اللعبة في الخلف. فيما يخص العلاقات بين المغرب والجزائر، الآن أصبحت الجزائر دولة فاشلة على جميع الأصعدة، في الوقت الذي استطاع المغرب أن يتصالح مع نفسه في إطار مشروع كبير لجبر الضرر وإصلاح الذاكرة وتعويض المتضررين من سنوات الرصاص. استطاع المغرب أن يبني مؤسسات حقوقية، استطاع المغرب أن يبني مؤسسات اقتصادية، استطاع المغرب أن ينتشر في ربوع الوطن من أجل بناء اقتصاد قوي من طنجة إلى الكويرة. هذا ما استطاع المغرب أن يفعله
وهو في الخلف والجزائر تتسابق على الصفوف الأمامية. إذن فكرة جميلة ورائعة التي تجعلك في خطوتين إلى الوراء تغير كل قواعد اللعبة. الآن استطاع المغرب أن يصنع من الجزائر دولة فاشلة حينما استطاع أن يدفعها إلى التركيز على شيء واحد لا شيء بعده ولا قبله ولا معه، وهو قضية الصحراء المغربية. أصبحت الجزائر دولة مهووسة بقضية الصحراء المغربية وبما تسميه بالشعب الصحراوي، حتى أصبح العالم كله يستغرب لهذه الدرجة من الهبل الذي أصابت النظام الجزائري وحتى فئة من الشعب الجزائري. في كل المحافل الدولية كل الجزائريين يتحدثون عن الشعب الصحراوي ويرددون الشعب أكثر مما يرددون، أكثر مما يذكرون الله تعالى وأكثر مما يحفظون النشيد الوطني الجزائري. الصحراء المغربية أصبحت هوسا للنظام الجزائري الذي لم يعد يملك لا مشروعا سياسيا ولا مشروعا اقتصاديا ولا مشروعا ثقافيا ولا مشروعا إنسانيا ولا اجتماعيا. الجزائر أصبحت دولة فاشلة في الوقت الذي استطاع المغرب أن يسبقها بسنوات إلى الأمام، في الوقت الذي التفتت الجزائر ووجدت نفسها وحدها لا تملك أي مشروع ولا تدخل في أي تحالفات. أكثر من هذا أصبحت الجزائر في حالة مرضية، وتوقف النظام الجزائري وتوقف العقل الجزائري في سبعينيات القرن الماضي. والدليل هو هرولة رئيس الأركان برتبة كبران الذي هرول إلى روسيا وهو يتحدث عن الاتحاد السوفيتي ويتحدث عن الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي الذي يريد أن يغزو الجزائر. صراحة نظام يتحدث عن فترة السبعينيات والستينيات والخمسينيات، سنوات الحرب الباردة، يعني أن دولة بأكملها توقف الزمن عندها في 1975 توقفت الجزائر. هذا تصوري لنظرية النظرية التي نظرية أن الذي يسرع دائما في المقدمة لا يدرك متى تتغير قواعد اللعبة في الخلف ويصبح وحده. نعم المغرب نفس الشيء بالنسبة لإسبانيا، إسبانيا التي كانت ولا زالت منذ 1975 منذ اتفاقية مدريد المشؤومة وهي تعرقل أي حل لقضية الصحراء المغربية، لأنها تعرف أن المغرب حينما ينهي قضية الصحراء المغربية أكيد سينطلق إلى الشمال والشرق. لهذا حاولت دائما أن تترك المغرب في الخلف، ولكن الدولة المغربية الإمبراطورية المغربية خلال كل هذه السنوات استطاعت أن تغير قواعد اللعبة في صراعها أو تنافسها مع إسبانيا. والآن انظروا إلى حال إسبانيا اليوم، المغرب أصبح يملك أكثر من ورقة للضغط على إسبانيا ولإحراجها. إسبانيا اليوم التي أصبحت تتخبط ولا تعرف ماذا يمكن أن تفعل لإعادة إحياء علاقاتها الطبيعية مع المغرب. المغرب الآن يملك كل الأوراق التي يمكن من خلالها أن يضغط على إسبانيا. المغرب الآن كنا نتساءل لماذا كان الحسن الثاني رحمة الله عليه يصر أن يتجه جنوبا في تحرير الأراضي المغربية ورفض أن يتجه شمالا وشرقا. كان يصر أن يبدأ بالجنوب، رحمة الله عليه كان ذكيا وكان حكيما. فعلا الجنوب يعني الجذور والعروق، لا يمكن للشجرة، لأن المغرب كما قال الحسن الثاني شجرة جذورها في إفريقيا وغصونها أغصانها في أوروبا، ولا يمكن للأغصان أن تحيا إذا لم تحيا الجذور. الحسن الثاني رحمة الله عليه كان ذكيا وأصر أن يدخل في صراع عسكري وسياسي وراهن بكل المغرب
المغرب كله راهن به من أجل صحرائنا، لأنه كان يعرف أن الصحراء هي الجذور، وإذا ماتت جذورنا كما قال رحمة الله عليه سنصبح سيتقلص ظلنا وسنصبح دولة تافهة وفاشلة، وهذا ما اشتغل عليه النظام الجزائري. لكن مع الزمن تبين أن الرجل كان ذكيا وكان حكيما رحمة الله عليه، اتجه جنوبا ليحرر الصحراء المغربية، ليستقيم الأسد المغربي أو الطاووس كما سماه الحسن الثاني، ليقف منتصبا ويدافع عن حقوقه. الآن أصبحت كل الأوراق في فيه، أصبح المغرب مستعدا أن يطرح كل